الله يقول: ماذا تصنع المرأة إذا كان عليها قضاء من رمضان كثير، فإذا صامت القضاء لم تستطع أن تصوم الست من شوال، فهل تقدم الست على القضاء؟ لا، القضاء ألزم، تصوم القضاء، فإن بقي من شوال ستة أيام بعد القضاء تصومها، وإلا الحمد لله. الست ما هي بواجبة، والقضاء واجب. نعم.